بسم الله الرحمن الرحيم. الأستاذ الدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة بكلية طب الأزهر فرع أسيوط. الحقيقة أن النهاردة أحب أكلم الجمهور عن الأنف والجيوب الأنفية، وده يمكن إحنا دلوقتي في فترة الشتاء، والشتاء السنة دي في مصر كان قاسي شوية. معظمنا ما فيش حد مر بدون ما يجيله نزلة برد شديدة، ويمكن نلاحظ أن نزلة البرد استمرت لفترة طويلة، وممكن كان أعقبها كمان التهاب في الحلق أو في الزور مع التهاب في القصبة الهوائية أو التهاب في الشعب الهوائية، ودخل في دور نزلات شعبية وحاجات زي كده. الحقيقة هو دايما ده مجال شائك من ضمن مجالات الأنف والأذن والحنجرة، يكاد يكون الأكثر شيوعا في فترة الشتاء. علشان كده أنا يعني بناشد كل الناس إن هو مجرد ما يبدأ يحس ببداية نزلات البرد والرشح والعطس وكده، يبدأ ياخد الأدوية مباشرة، ويزود فيتامين سي بالنسبة للأكل والشرب وكده، ويحاول بقدر الإمكان يبعد عن الأماكن المغلقة اللي هي ممكن يحصل منها انتقال للعدوى من واحد للتاني، تجنب التدخين، الإكثار من تناول فيتامين سي من مصادره الطبيعية علشان نزود المناعة، وفي نفس الوقت نقلل الإفكت أو نقلل الـ 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 الحاجات التالية لدور البرد، ونخليه بس فعلا دور برد ما يمتدش إلى جيوب الأنفية. لكن لو حصل وامتد الالتهاب إلى جيوب الأنفية، هنبدأ نلاحظ إن في عندنا المخاط بدأ لونه يتغير، بدأ المريض يشتكي من صداع شديد، بدأ يبقى فيه احتقان شديد في الزور، ممكن يحصل ارتفاع في درجة الحرارة. في الحالة اللي زي كده لو احنا مش قادرين نروح لطبيب مباشرة، لا، ممكن في اللحظة دي نبدأ ناخد أنتبيوتيك يكون مناسب لأمراض الأنف وجيوب الأنفية عشان نمنع امتدادها لمناطق أخرى. إن ما كانش في كنترول على المرض بالطريقة دي، يبقى احنا بنلجأ للطبيب اللي هو غالبا ممكن يحاول يزود الدوز بتاعت الأنتبيوتيك، أو يدينا سبيكترم اعلى من الانتبيوتكس بحيث ان هو، او سبيكترم مناسب من الانتبيوتكس بحيث ان هو يغطي المرض في بدايه مرحله، علشان ما ندخلش بقى في مرحله الكرونيستي او مرحله انه يكون التهاب مزمن وابقى مريض جيوب انفيه مزمن. عموما الاحتياطات العامه ان احنا نحذر من الاختلاط في الاماكن المغلقه لما يكون في حد مريض من المرضى اللي موجودين، نحاول تجديد الهواء باستمرار في الاماكن اللي احنا موجودين فيها، نحاول نرفع المناعه بتاعتنا طول فتره الشتاء بتناول كميه كبيره من فيتامين سي، وفي نفس الوقت نقلل من مثيرات الأنف والجيوب الأنفية زي الأتربة والدخان والغبار، روائح النفاذة سواء حلوة أو وحشة، التدخين، كل دي حاجات احتياطات عامة لو نخلي بالنا منها هنقلل كتير جدا من مخاطر الإصابة بالتهاب الأنف والجيوب الأنفية طول فترة الشتاء. تحياتي.